برشلونة بإمكانهم الحلم من جديد لأن كل شيء يبدأ مرة أخرى اليوم مع مباراة جديدة. جماهير أكيد تريد الاستمتاع بفريقها وأيضا تحقيق نتائج مرضية تساعد الفريق على تحقيق هدفه في نهاية الموسم. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. الآن فرصتهم للمرتدة، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. الكلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. فينيسيوس جونيور بثقة كبيرة في النفس وبمهارة غير عادية عرف كيف يخلق لنفسه مساحة وفرصة يتلاعب فيها بالدفاع. المباراة هذه هي البداية التي كان يريدها، بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب، تؤكد قيمته، تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق بأكمله. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. محمد صلاح وكرة في اتجاه المرمى، جول! ايش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين، بكل سهولة يضعها في المرمى. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. قد تكون هذه فرصتهم. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. رونالدو يلعبها على اليمين، كرة تعود إلى منتصف الملعب. باتريك فييرا، محمد صلاح، رونالدو يلعب كرة على اليسار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي. ميسي إمكانية مرتدة الآن، يتحرك لوحده، يهاجم. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يحاول أن يلعب كرة، محمد صلاح، الله على هذا الأداء، هدف آخر تألق كبير. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى، هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة. الآن أصبحت علامة مسجلة باسم الفريق، بارع جدا هذا الفريق في تنظيم الهدف. كريستيانو، كرة باتجاه المرمى، التسجيل. يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة. كريستيانو رونالدو، كان لابد من التشتيت.
الحكم ينهي شوط المباراة الأول. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة أمام الفريق المنهزم 45 دقيقة. إما الكرة الرأسية، لا تزال خطورة قائمة، وينجح في تسجيل الهدف. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم، هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. تمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص. كريستيانو رونالدو، براعة من حارس مرمى كبير جدا. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب، وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. الآن محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم، يحاول لعب الكرة إلى الأمام. باولو مالديني، فينيسيوس جونيور، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. رونالدينيو غاوتشو يستلم الكرة من الخلف، قراءة ممتازة للكرة، توقع ممتاز هنا. كانت انطلاقة مميزة لكن المدافع كان له رأي آخر، تدخل حاسم في توقيت رائع. فرصة هجوم معاكس. مبابي، فرصة سانحة للتسجيل. بيكنباور قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. محمد صلاح، يا إلهي، جول! سيطرة تامة بالطول والعرض، يلعبون كرة القدم التي يريدونها. الخصم تقريبا لا يمكن له أن يفعل شيء في هذه المباراة، مستسلم تماما. سدد كرة جميلة، يملك مهارات كبيرة بالكرة. مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم، هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. أداء رائع، استمرارية في الأداء الجميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. فينيسيوس جونيور، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يندفع بقوة إلى الأمام، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. لعب الكرة ولكن بعيدة جدا عن المرمى. برشلونة يضيع على نفسه فرصة مهمة لتقليص الفارق، يجب استغلال فرص بشكل أفضل واللعب بثقة أكبر. هذه التسديدة تعبر لك عن إحباط كبير اللي موجود بين أعضاء الفريق ككل. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، موجود هنا لقطع الكرة. يخاطر بهذه التمريرة وقد تكلف الكثير. ميسي، هجمة مرتدة الآن. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. سيطرة من الحارس على الكرة. انتهى.